اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مقرن نواحي سيدي العزاز في اقليم الكويت. كيف ما كتشاهدوا معنا الام اللي كتعاني من العين ديالها اللي مشات لها وفقدتها بسبب خطا طبي. غادي نسمعوا هذه القصه المؤلمه اللي كانت خدامه على بنتها وعلى الزوج ديالها اللي كتساعدهم على قوت الحياه، لكن مع الاسف دابا مابقاش خدامه على لان مابقاش كتقدر تشوف بعين ديالها اليمنى اللي فقدتها واللي فقدتها بسبب خطا طبي اللي غنسمعوه من عند هذه السيده اللي هي فلاحه. مرحبا بك معنا دلال عنايه ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف تي في. ايضا مرحبا بالسيده اللي اتصلت بنا محسنه كذلك واللي قررت انها تصل بقناه شوف تي في باش تعطي او تشوف الناس محسنين كذلك تقول هذه السيده على حسب ما كتقول هذه الطبيبه اللي دارت لها العمليه وتفتح هذه الامور اللي كانت ساكته عليها هذه السيده اللي ما قدرش تخرج او ما عرفاش كيف ما قالت لنا ما قدرش دير شي حاجه وكل نهار العين الاخرى اليسرى حتى هي مشات لها بسبب هذا الخطا اللي وقع. مرحبا بك مره اخرى انايا، بغينا المشكل ديالك من الاول كيفاش وقعت هذه المساله هذه. السلام عليكم، انا يا اول مره سمحي لنا تفضلي. السلام عليكم، اول مره مشيت عند هاد الدكتوره عندي جلاله مشيت كنشوف بالعينين ديالي، ملي مشيت عندها ودارت لي عمليه وليت رجعت في نفس الوقت دارت لي بلانس رجعت لي ليها رجعت لي البصمه. من هذيك الساعه وانا كنحس بالعين ديالي ماشي هي هذيك، بزاف ديال الناس اللي داروا العمليات من مورايا وخرجوا ناجحين وانا هاد السيده ما كنمشي عندها كنقول لها مضره العين ديالي كنحس بها ضراني، كتقول لي ما كاين حتى شي مشكل. بعض المرات كتجاوبني وبعض المرات ما كتجاوبنيش، شويه ولات كتعطيني على الدواء كتقول لي يكون خير مع تبرالك هاد العين نقدر نعاونك ندير لك العمليه حتى نديرها انا من عندي. وانا كنت خدامه كنت كنخدم على راسي وكنخدم على راجلي وراجلي ما عندوش والحاله ما فينا ما عندناش اش قال هادي وتيخرج على الموقف نهار خدام نهار ما خدام. انا اللي كنت خدامه حرمت بنتي من الدراسه حرمت راسي انا من الرزق ديالي. انا كنتابع هاد السيده وكنتابع المحسنين هما يشوفوا من حالي ويشوفوا من هاد العين ديالي. انا اي طبيب مشيت ليه كيقول لي خصك 3 ملايين باش تحيدي العين ديالك، انا الموجود الله انا ما عنديش، انا كنطلب من الله وكنطلب الحقوق ديالي مع هاد السيده. هالسيده انا بغا منها الحق ديالي اللي ضيعتني في اي حاجه وضيعتني في حياتي في حياه وليداتي في حياه الصحه ديالي في كل شيء جلستني. انا كنطلب من الله ومن المحسنين هما يعاونوني على هاد العين. راه فيما مشيت كيقولوا لي خصك 3 ملايين، انا الموجود الله انا ما عنديش ما كنلقاش باش نشري الدواء. انا دابا جلست ما كنخدم ما كنقلب، انا كنطلب من الله ومن هاد السيده اللي وراتني. انا الله يجازيها بخير هي اللي وراتني، انا ما كنعرف فين نمشي ولا فين نجي. واخا لا انا بغيت نسولك من الاولى باش مشيتي كنتي كتشوفي مزيان كانت الامور ديالك مزيانه كيفاش كانت عندك فقط كيف ما قلتي الجلع؟ عطينا بالتفاصيل دقه دقه بدون ديك الاسماء، عطينا دقه دقه كيفاش مرحله توصلت عينك لهذ الدرجه يعني قبيله كنتي قلتي لي انا العمليه دخلت لها عبد التفاصيل. انا مشيت في الاول كنشوف عينيا بجوج كنشوف عينيا بجوج عادي، وفي واخا كنمشي ندير كونترول كنمشي لراسي، ولكن واخا هي ملي دارت لي العمليه كنحس بالعين ديالي كنت كنشوف عين اليمنيه وقبل العسريه واليمنية ما كنشوفش بها. كنقول لها نهار على نهار انا ما كنتشافاش، كتقول لي يكون خير يكون خير. شويه وقعد تقول لي انا عصبتك الرباط وغادي تعالجي وعتبري من عينيك بجوج. شويه مني شاف دورت بيا العين بقات تعطيني رانديفو اشهر شهرين، بقات تقول لها راه العين ديالي كيفاش، ولا تطفي عليا التليفون مابقاش تجاوبني. مشيت برجلي قالت لي انا ما عندي ما ندير، اللي عطا الله عطاه ما عندي ما ندير، مابقاش هذاك الشيء اللي كتقول لي مابقاش ديرو معايا كاع. قالت لي سيري فين ما بقيت. قالت لك هكا قالت لك هكا بهذه الطريقه بقيت بحال هكا صافي جلست ما كاينش اللي عيديني ولا عيوريني ولا صافي. مني ما بقى عندي باش نمشي باش نطلع باش نباطي نبوعي الجوال. هاد السيد اللي دار لي العمليه انا ما عنديش باش نديرها، مشيت لعندو وعيط ليا طلبتو ودار لي عمليه باش كنشوف. وهاد العين دابا كتعادي لي حتى العلاقه. نعم هذا الطبيب تاعو ولا محسن؟ هذا الطبيب المهم غير من تما كان مشيت لعندو وقلت له عاودت له الوضع ديالي انا ما عنديش ووريت له الوراق ديال الطبيبه لاحتني واشنو دارت ليا. قال لي انا الخير اللي عندي فيك غادي نقدر ندير لك العمليه من عندي ودارها لي الله يخليك. وهذيك الساعه ما كنتيش كتشوف اليسرية؟ ما كنتش كنشوف، كتقودني على البنت. انا خرجتها من الدراسه ديالها خرجت على البنت وخرجت عليا انا وعلى دابا جلستني الارض ما كنخدم ما كنردم ما كنلقى لا ما نبرد ولا ما نسخن.
انا عقلتها. الراجل اللي جابو لنا حنا بزوز مضرورين حتى من الكرش مضرور منا، الا جاب لي الدواء كنلقى رخصة من حوايج اخرين، والحمد لله وانا كنطلب الحق ديالي وبغيت نتابع حد السيده. نعم واخا مرحبا بك معنا. انت اللي اتصلت بينا وقلت لنا بان بغينا نتكلموا على هذه السيده هذه، قلت لنا انك محسنه. مرحبا بك مره اخرى وعملك لله سبحانه وتعالى. تفضلي علينا. واخا السلام عليكم. هذه السيده هذه شفت حالتها وهضرت معاها واتصلت مع قناة ديال شوف تي في. هاد السيدة هادي كتعاني من خطأ طبي دلها إعاقة دائمة، ومن دلها إعاقة دائمة تواصلت مع الطبيبة ديالها، تكلمت معاها بحال أي أطباء كنتكلمو معاها، بقات تدور بها سيري أجي واخا ندير لك ما ندير لك، في الأخر ما كاين حتى شي نتيجة معاها، ما وصلت معاها حتى شي حل. السيدة دابا العين ديالها مريضة ما كتشوفش بها، مشات تحيد جلالة صدقات في العين ديالها، مشات مرضات ما بقاش تشوف فيها، ولا تعطيها الصداع لراسها، ولا تعطيها الصداع العين ديالها، العين ديالها الاخر خصها حتى هي تحيد، حتى هي غادي تمرض. يعني دارت لها اعاقه دائمه، وكنتمنى من وزاره الصحه تشوف في هذه المسؤوليه هذه، لحقاش حنا الاطباء كنامنوهم على الحياه ديالنا، حيت هي امناتها على العين ديالها. دابا هذا خطا طبي وخصها تعاقب عليه، خصها ضروري تعاقب على هذا الشيء اللي دارت، حيت هذا الشيء كيف موقع هاد السيده عليا يوقع عليا هاد الشيء، غيقدر يوقع لاي وحده، وحنا ما خصناش نسكتوا على هاد الحوايج هادو. كنمشيو حنا عند الاطباء وتقول لي انا ما عندي ما ندير لك، اللي عطى الله عطاه، لا حشومه الهضره ما خصهاش تقال، خصوصا من الاطباء. هي علاش قرات، هي علاش تعلمت الطب باش تكون عمليه ناجحه، ويكون اي حاجه ناجحه في الذات ديالنا كنمشيو عند الاطباء. وكنتمنى من وزاره الصحه تولي تشوف فهاد الشيء، وهاد السيده هادي تعاقب على الطريقه ديال الهضره ديالها، وعلى الطريقه ديال الاعاقه اللي دارتها للسيده، اعاقه دائمه. السيده ما عندهاش العين ديالها اللي كتشوف بها النور ديال العين هامشه، عين وحده راها مرضات، العين الثانيه حتى هي غادي تمرض الا ما حيداتش العين ديالها اللي مريضه، حتى العين الثانيه غادي تمرض ليها. والسيده غادي تولي عندها يعني ما غاتبقى لا تشوف لا بهاد العين ولا بهاد العين. السيده غاتولي ما كتشوفش بعينيا. انا كنتمنى وزاره الصحه السيده بغينا تتابع، هاد السيده بغينا تعاقب على الخطا الطبي اللي دارت. هذا خطا طبي ما خصوش يكون، خطا طبي ما خصوش يكون باش تخرج على الحياه ديال السيده وتخرج ليها على حياتها. والسيده ما عندها العينين ديالها هما اللي كتشوف، العين هما اللي كنشوفوا بهم حنا باش نامنوا حياتنا على حياتنا، نعطيهم الاطباء الامن عليهم في الاخر خسروا علينا هضره ما كايناش. حنا ما تستحقش اصلا تكون طبيبه، عندنا جميع الدلائل وجميع اي حاجه اللي دارت عندها العمليه، الورقه ديال الطبيب والورقه ديال الكلينيك باش مشات له، عندنا جميع الدلائل. يعني السبب ديال المرض ديالها ديال ما بقاش تشوف خطا طبي ومن عند الطبيبه، هذا الشيء خصو يتعاقب عليه الانسان. وكنتمنى من وزاره الصحه تشوف في هذا الشيء اللي واقع هاد السيده هذا، وهاد الاخطاء كتوقع مع جميع الانسان، هذا الشيء ما خصوش يكون. واذا كانوا شي جمعيات، اذا كانوا شي محسنين اولا جمعيات، هي ما تطلب والو، تطلب جمعيات يشوفوا ليها من هاد الحال ديال عينيها هذا، اولا شي طبيب يتكلف لها بالعين ديالها، حيت طالب لها 3 مليون على العين ديالها، والعين ديالها ما العين ديالها وحده مريضه ما كتشوفش بها، والثانيه غادي حتى هي كتمرض، حيت الاخرى تمرض ليها العين الثانيه، والعين الاولى اللي مريضه خصها تحيد باش ما تمرضش ليها العين الثانيه. يعني خصها عمليه وحده اخرى، والعمليه الثانيه ما عندهاش باش ديرها. الا كانوا شي محسنين اولا جمعيات يكونوا جمعيات هكا، كنتمنى الا كانوا كيشوفوا فينا يشوفوا من حال السيده هذه، ويحيدوا لها المشكل اللي عندها، الاعاقه اللي عندها، وهذا الشيء اللي كاين. ونعطي الرقم ديال السيده الا كانوا ملاتي 0658403151، هذا هو الرقم ديال معنايا، وكنتمنى تساعدوها، كنتمنى من الجمعيه تساعدوها. شكرا. اذا كيف ما تبعتي معنا متابعين الافاضل، فمعنايا كيف ما كتابعتي اللي بسبب خطا طبي اللي مشات لها العوين ديالها، واللي هي فلاحه كانت خدامه على بنيتها وعلى الزوجه ديالها كذلك، كيف ما كتقول للزوج ديالي طاب معاشو نهار يجيب نهار ما يجيبش، وكتفاجئ بان العمليه خصها عمليه بقيمه ديالها 3 مليون سنتيم، فالدوز ديالها المعيشي ما كتقدرش
انها تطيحها، فكتطلب من جميع المحسنين سواء داخل المغرب او خارج المغرب او الاطباء او الجمعيات او اللي يقدر يساعدها. فالرقم ديالها كاين في صندوق الوصف، ونقول لكم الرقم ديالها اللي هو 0950 40 13 51. وهذا الرقم 0950 40 13 51. والله لا يدعو اجر المحسنين. فشكرا لكم على المتابعه، وكذلك نتمنى منكم انكم تبارطاجيو لنا باش نوصل القلوب الرحيم. الحمد لله احنا المغاربه كنتعاملوا مع بعضياتنا خصوصا في هذه الحوايج بحال هكايا. فشكرا لكم والى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه.